مواجهة الحسين تعدت يزيد إلى مواجهة كل يزيد يظهر في تاريخ الإنسان إلى يوم القيامة. في رأس الحسين عليه السلام الذي رفعوه على رأس رمح طويل تجلت كل كبرياء السماوات. الطبول والرقص والغناء أعلن الباطل سلطته في مواجهة الحسين، وبالصلاة والدعاء والعبادة والمقاومة في سبيل الله أعلن الحق صولته في مواجهة يزيد واليزيديين. بعد عام 61 للهجرة النبوية الشريفة أصبحت كربلاء عاصمة الحق في المكان، وأصبحت عاشوراء عاصمة الحقيقة في الزمان. مع الحسين أنت تقوم برحلة في عالم الملكوت، حيث تعيش مع هابيل في عطوفته وطيبته، وتعيش مع نوح في وقفته وشوكته، وتقف مع إبراهيم في شجاعته وعزيمته، ومع موسى في شدته وسطوته، ومع عيسى في رأفته ورحمته، ومع رسول الله في رسالته ودعوته، ومع علي في كل مناقبه وصفاته وأعماله ومواقفه وأخلاقه وفضائله. الحسين هو علي كما كان علي هو رسول الله. لن يخمد أوار ثورة عاشوراء، ولن تنتهي آثارها حتى يتحقق وعد الله للصالحين بوراثة الأرض وغلبة أهل الحق، ويظهر المهدي المنتظر من ولد الحسين، وهو يحمل شعار يا لثارات الحسين، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. وصدق الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي.